مدينة بيت لحم. اليوم نستعد لاستقبال حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون لإذانا ببدء استقبال أعياد الميلاد المجيدة وأيضا احتفالا بعيد القديسة كاترينا الرعوية. سيتم استقباله على بلاط ساحة المهد في تمام الساعة 11:30. سيكون هناك فرق كشفية في الاستقبال ضمن عروض استعراضية كشفية وأغاني وطنية وترانيم الميلاد. اليوم أقف في ساحة المهد خلفي مباشرة شجرة الميلاد التي ما زالت تتزين بزينتها وحلتها الجديدة لهذا العام ليكون حفل الإضاءة في الرابع من كانون الثاني الشهر القادم بمشاركة طبعا رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية. كثير من مظاهر الفرح، الفعاليات وجدول حافل في الأنشطة من مدينة بيت لحم سيتم إطلاقها خلال مؤتمر صحفي في تمام الساعة 1:00 هذا اليوم، إطلاق رسالة الميلاد وأيضا إطلاق جدول الفعاليات يعني بعد ترتيبه لمدة طويلة من قبل بلدية بيت لحم. لأكثر تفاصيل حول وضع الاستعدادات والفعاليات القادمة واليوم يسعدنا استضافة مديرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية بيت لحم الأخت كارمن غطاس. يسعد صباحك كارمن وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير حياة وجميع المشاهدين بألف خير. يعني كارمن اشتقنا لما مظاهر الفرح، يعني بعد حوالي السنتين من جائحة كورونا والإغلاق والحجر والوضع الاقتصادي والسياحي الصعب، إلا أنه عم بنحاول نستعيد شوي من أجواء الفرحة. احكي لنا كيف بتتميز أعياد بيت لحم لهاي السنة؟ كيف هي استعداداتكم لاستقبال الأعياد؟ نعم عزيزتي، هاي السنة بعد سنتين من جائحة كورونا واللي ما زلنا عايشينها وعايشين صعوباتها وضغوطها النفسية، بيت لحم اليوم بحاجة للفرح، بحاجة للدعم النفسي، الدعم الاجتماعي، الدعم الاقتصادي. لهيك كان برنامجنا بتمحور على هاي النقاط. فعالياتنا رح تبدأ اليوم مثل ما ذكرتي، عنا المؤتمر الصحفي للإعلان عن بدء فعاليات أعياد الميلاد في بيت لحم، وأيضا لإطلاق رسالة بيت لحم من بيت لحم إلى العالم أجمع. يوم الخميس من 2-12 ل 12-12 لمدة 10 أيام البلدية عملت على تنظيم سوق الميلاد في شارع النجمة. كل سنة سوق الميلاد بيكون في ساحة المهد لمدة يوم أو يومين، ولكن هاي السنة كان الهدف دعم السكان، دعم المجتمع المحلي وخاصة المتضررين من جائحة كورونا اللي كانوا يشتغلوا بالسياحة وصاروا ببيوتهم يشتغلوا معجنات وحرف يدوية وأعمال منزلية. فمنا نعطيهم منصة إنه هم يقدروا يبيعوا منتجاتهم ويسوقوا لإلها. أيضا منا نحيي شارع النجم اللي هو موقع تراث عالمي باليونسكو ونساعد الناس اقتصاديا وبرضو في أجواء من الفرح والسرور. لهيك كان الهدف إنه ننظم سوق الميلاد لمدة 10 أيام في شارع النجمة ونعيد فتح محلات شارع النجمة واللي هو هدف كل بيت لحم وكل مؤسسات بيت لحم بتسعى لإله. إحنا مبسوطين كتير إنه في تجاوب كتير كبير من سكان الشارع. اليوم تقريبا في عنا بين زود ونقص 25 محل رح يفتح في شارع النجمة واللي هو هذا إنجاز كتير كبير وإحنا كتير مبسوطين فيه. بنتأمل إنه السوق يمشي كتير منيح. في عنا تم الترويج بين أهالي أهلنا في الشمال فلسطين 48 وكمان على عبر منصات الفيسبوك وكل هاي الأمور. أيضا سيتم تنفيذ برنامج ثقافي مكثف كل نقول نهاية أسبوع خميس جمعة سبت أحد رح يكون برنامج ثقافي مكثف لدعم سوق الميلاد. يعني كارمن خلينا نشوف أكثر الساحة والمنطقة يلي جنبها، خلينا يعني نشوف بالكاميرا زميلنا لقطات لشجرة الميلاد. أحكيتي لنا تحت الهواء إنه رح يكون في إشي مختلف بساحة المهد ضمن الفعاليات. المسرح تم تغيير موقعه والشجرة، احكي لنا أكثر تفاصيل لماذا تم تغيير موقع المسرح والفعاليات التي ستنطلق على هذا المسرح خاصة الفعاليات من الخارج. هالسنة في عنا كبرنا المسرح لوجود مشاركات دولية قوية، عنا في عنا من الولايات المتحدة الأمريكية مجموعتين أو جوكتين جايين، الأولى عدد الأشخاص 100 شخص والمجموعة الثانية 25 شخص، بالإضافة في عنا من مالطا برضو فنانة رح تشارك معنا، بالإضافة لعرضين فنيات من مؤسسات بيت لحم، الأول من معهد أدوارد سعيد جوكة مرنمو المهد
وعندنا كمان من أكاديمية يوحنا بولس الثاني للفنون الأدائية برضو عرض ميلادي كتير مميز. إحنا بحفل إنارة الشجرة منحاول دائما إنه ندمج بين المحلي والدولي، لأنه المحلي عندنا غني جدا. مدينة بيت لحم معروفة كمنصة ثقافية بفنانينها يعني فنانينها اللي عندهم غنى ثقافي مميز، وايضا بالبعد الدولي لبيت لحم كبيت لحم مدينة دولية. وقديش هاي السنة احنا بحاجة انه يكون في سياحة وترجع السياحة لبيت لحم. نعم. فلهيك كبرنا المسرح وغيرنا موقعه. بالإضافة للزينة، الزينة رح تكون هاي السنة عبر تقنية الـ RGB زينة الساحة، ولكن المميز فيها إحنا الـ RGB يعني زيناها من قبل، ولكن المميز هاي السنة إنها طاقة متجددة مستمدة من الطاقة الشمسية، ولهذا إشي إحنا كتير منشجع لإله. وحلو رسالة بيت لحم تطلع للعالم إنه إحنا لازم كمان نشتغل للبيئة، نشتغل إنه تكون الطاقة المستخدمة طاقة متجددة، طاقة نظيفة، طاقة خضراء. لأنه بتصور بعد اللي عشناه سنتين من الكورونا صرنا كلياتنا نتجه كيف لازم نحافظ على البيئة أكتر، ونكون كلياتنا نشتغل لهذا الهدف. فزي ما حكيت لك الزينة رح تكون بتقنية الـ RGB للساحة، وهي ممولة من التعاون الإيطالي من خلال اتفاقية التوأمة بين بلدية بيت لحم وبلدية تورينو الإيطالية. نعم. بالنسبة لشوارع المدينة المحافظة بشكل عام، بمدينة بيت صحور، بيت لحم، بيت جلا، هل تم الانتهاء من تزيين الإضاءة الشوارع، وما سيكون هناك أيضا مميز بالنسبة للأشكال الزينة لهذا العام؟ نحن كل سنة بنحاول إنه نغير شوي بالزينة، ولكن حسب الإمكانيات المالية، والكورونا كمان أثرت ماليا على كل هاي الأمور. ولكن الزينة لم تنتهي بعد، ما خلصنا تزيين. من هون ليوم السبت لحفل إنارة الشجرة بنكون كل شيء خالص إن شاء الله. عم نحاول نجدد فيها دوار نيسان، رح نحاول نعمله إشي مميز هاي السنة برضو بتقنية الـ RGB. شكرا لك كارمن غطاس، مديرة العلاقات العامة والإعلام في بيت لحم، يعطيكم ألف عافية وكل التوفيق في فعالياتكم. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، هذه هي بيت لحم التي تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد بكامل حلتها. سنكون معكم في تفاصيل أوفى خلال الأيام القادمة ضمن الفعاليات الكثيرة والعديدة من ساحة المهد والبلدية ومركز السلام. شكرا للمتابعة، عودة لكم نورة وعلاء. يسعد صباحك حياة، كل الشكر لك ولضيفك، وأيضا إن شاء الله نتمنى تكون أعياد ميلاد مجيدة وكلها سلام وسعادة، وإن شاء الله تكون هالأعياد بجو مميز.